مريم هي الأمل بالنسبة لي. يعني كما أقول مستقبلي أنا ورائي، فأنا الآن في الأربعين، يعني إلى ماذا سأطمح؟ يعني ما عاد لي أكيد طموح هو أن أرى وأن أرى ابني وأبناء الشعب المغربي في وطن. شكرا. أوجه شكري للشعب المغربي، للشعب المغربي لأنه ساندنا منذ البداية ولا زال يساندنا. أو رأيتم البارحة فرحة إخواننا الجالية المغربية بالإمارات كيف احتفلوا بمريم، والله دمعت عيناي فرحا بذلك. يعني تخيلوا معي، اتصلوا بي وقالوا لي نريد لقاء أخي الحسن، وذهبت إلي وجاءوا إلي، أنا لم أذهب إلي، جاءوا إلي بسيارتهم ونقلوني. ثم بعد ذلك اكتشفت أنهم يعني أعدوا عشاء، بل أكثر من ذلك أعدوا حفلة، يعني ألبست مريم لباسا مغربيا، وبعد ذلك كما نقول بالدارجة جاءوا بالدقيقية، وداخل إحدى المقاهي يعني بدأوا يعني يحتفلون يغنون بالأهازيج المغربية. وأكيد هذا الحدث خلق نوعا من يعني الانتباه داخل الجاليات الأخرى والسكان يعني الأصليين في الإمارات، فاجتمع يعني حشد غفير جدا حولنا وبدأوا يتساءلون ما الذي يقع، ما الذي يجري.